الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس. نتمنى باش يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحه جيده نتوما وحبابكم وصحابكم يا ربي، اللهم امين. اهلا وسهلا بكم في قناه كل شيء سهل مع امينه. اليوم غادي نجبت لكم واحد فاخيتاس كيبغيوها الكبار والصغار، والمهم غادي ندوزو المقادير على بركه الله. عندي هنا البطاطا قطعتها على هذا الشكل، يعني اللي غادي نديروا بها هذا الفاخيتاس. عندي فلفله خضراء وفلفله حمراء، عندي هنا ثلاثه ديال البيضات، عندي هنايا جوج باكيات ديال الموتزاريلا، وعندي هنا 250 غرام ديال الكفته. غادي ندوزو غادي هاد البطاطا غادي نديروها تسلق في الماء سخون. واحد البطاطا ديالنا هنايا تنسلق، يعني نديروا لها كما تقولوا نص طيبه. غادي نصفيوها نديروها على واحد الجانب. هنايا الكفته ديالنا راني داير حكيت فيها واحد البصله. عندنا غادي نديروا لها هاد ساخونادور، هادي سبيسيال ديال هاد الفاخيتاس. هاي فيها الملحه، فيها العطور، فيها كل شيء. انا غادي ندير بها هنايا طبيعه الحال، وعلى حساب راه هي فيها الملحه، ما ديروش الملح، وكل واحد على حساب اللي ياكل الملح يزيد واللي ما ياكلش الملح. المهم هذه ها هي، خليوها على واحد الجانب. نقطعوا الفلفله الحمراء ديالنا، ها هي نقطعوها على هذا الشكل هكذا شرائح حرقاق على هكا حقاق بزاف، كتجي زوينه هكذا باش تشحرنا دغيا، وهي اصلا هكا الطريقه زعما باش يجيو هاد الفاخيتاس هكا. مهم هكا نتابعوا نكملوا التقطع ديالنا. الخضره حتى هي نفس الشيء. غادي نرجع نديروا الكفته ديالنا مثلا هكذا. غادي نزيدو عليها الفلفل ديالنا، خلاو خطرة، البطاطا ديالنا ها هي، غادي نحيدها، نخليوهم هكذا يتخلاو، والزيت هاهي تحمى باش نقليو البطاطا. انا واحد البيضه ونشوف عيني ميزاني، الا ما قدتنيش نعاود نزيد وحده اخرى بلا ما نديرهم بجوج في مره باش ما يحسن ما يشيط حسن يجي نيشان. المهم غادي تدربوها بحال هكا، هنا نجيبو البطاطا ديالنا. البطاطا ديالنا ها هي، بعد ما درتها درت لها انا مع قطعتها غليظه درت لها 5 ديال الدقائق. لا تقطعوها غليظه بحال هكا، 5 دقائق كانت رقيقه اقل 4 دقائق. البطاطا ديالنا ها هي، غادي نشدو البيضه اللي دربنا، غادي نزيدو فيها هاد الصلصه، هادي سبيسيال ديال الفاخيتاس، يعني البطاطا ما فيها لا ملح لا والو، يعني بلا ملح، يعني هادي راه فيها الملح وفيها كلشي. غادي نضربوها بحال هكذا، غادي نشدو البطاطا ديالنا ها هي حارة عفوا، غادي نديروها الاول في العرينة ونوليو نديرو لها البيض بحال هاك، ونديروها في سميتو، ونديروها في لا شابلين ها هي، نديروها هاك تبعوا بهذه الطريقه. يعني نديروا في الاخر في الطحين تاع الفورس الاول نديروا البطاطا ديالنا بحال هاك، ونعاودوا نديروها في البيض اللي راه بطبيعه الحال فيه التشرموله ديال هاد الفاخيتاس بحال هاك، ونوليو نديروه في لا شابلين بحال هكذا، ونوليو نديروه في الفريدوره نقليوه، واللي ما عندوش الفريدوره يدير المقله،
يعني ماشي ضروري تكون عندك فريدوره باش دير فاخيطاس لوليداتك، يعني حتى اللي ما عندوش، انا عندي غير الفريدوره ديال الغاز، ما عنديش ديال الضو، ما كتعجبنيش ديال الضو، ما نبغيش نحجر الزيت انايا فيها، يعني خصك دائما الزيت محجره، انا نبغي نطيب فيها غير جوج مرات ونرميها وندير زيت اخرى. المهم غتابعوا بهذه الطريقه، غادي نرجع معكم ملي نمشي لمرحله القلي. نحطوها في الفريدوره تنقلى كما كتشوفوا، غتنقلى البطاطا ديالنا ونرجع معكم للطريقه ديال كيفاش غادي نصاوبوا الفخيطاس ديالنا. غادي نبداو ان شاء الله نصاوبوا في الفخيطاس ديالنا، غادي نديرو فرماج موتزاريلا الاول هكذا، غادي نديرو هذا الكفته مع الفلفل اللي كنا طيبنا، ها هي هاني درت هنا باش ندير ربعه على حساب ولادي جوج. غادي نرجعو ندوزو البطاطا ديالنا، هاد الفخيطاس كتجي فيهم البطاطا لداخل، يعني الساندويش يجي متكامل. ها هو ها هي البطاطا بحال هاك، غنديرو له هاك، نعاودو له هكذا كما كتشوفو هكذا، هكذا كيجي حسن مروليتوس، لا هكا ما كيجيش مدقس، انا غادي نوريكم الطريقه الاخرى، هكا يجي زوين بزاف. الطريقه الاخرى كاين عاوتاني، كيدير لهم هكذا، هادو في المغرب كيقولوا لهم طابيتوس، حنا هنايا كنقولوا لهم كاين اللي يدير لهم بحال هكذا، حتى هما يجيو زوينين بالحق، يجيو شويه مدقسين. انا نقول لكم الطريقه الاولى هي ناجحه 100% احسن من هذه، هذه حتى هي انا كنت ندير هذه ولا هذا شحال، ولا كاينني من بعد هاد الطريقه الاخرى ما يجيش مدقس لداخل، هذه العجينه الخطرات كيجي مدقس، هو ما يجي ما بيهش زعما مزيان، ولكن كاين الطريقه الاخرى تجي انا ولا الفخيطاس، كاين اللي يقول لهم تاكوس، كاين اللي يقول لهم فخيطاس، المهم ها هما كما كتشوفوا، هادو اللي درتهم على هذا الشكل اللي قلت لكم ما يجوش مدقسين، عندك هذا يجي حتى هو ما بيهش بصح يجي مدقس. المهم هادو يعني تقدروا ديروا فيهم الكيتشو مايونيز لداخل مع الحشوه، انا الدراري ما يبغيوليش المايونيز والكيتشو لداخل، يبغيولي يقولوا لي حطيه لنا هكذا بوحده ونديرو بوحدنا. المهم غادي نقطع لكم واحد الطريف وغادي تشوفوا كيفاش يجي داير، انتم تشوفوا هو كيجي هايل البنات، علاش الدراري يقولوا لي فيه الفرماج بزاف بلا ما تزيدين المايونيز والكيتشو، اللي بغى يزيد راه يزيد، يجيو هايلين العشاء الميريندا. المهم الدراري راكم عارفين هذه هي الماكله ديالهم. المهم الى عجبكم الفيديو خليو لي تعاليق ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وضغطوا على الجرس الاحمر باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليكم في امان الله وحفظه، الى مع السلامه ودمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله.